السلام عليكم. اليوم نروح نديرو فتولة في حصن مدينة مستغانم اللي يقع في أعالي مدينة مستغانم بجوار حديقة ما يسمى بالعرصة. وهذا الموقع التاريخي والحضاري يعود إلى الفترة العثمانية. ونروح نشوفو الحصن هذا كما قلت يعود إلى القرن 17 واللي تم إعادة ترميمه وافتتاحه للزوار، وفيه متحف لبعض المحقات في تاريخ الجزائر في الفترة العثمانية. إذا نروح ندخلوا ونشوفوا نديروا جولة في هذا الحصن، حصن الترك، ما يسمى بحصن الترك في أعالي مدينة مستغانم. نخليكم تتابعوا هذه الجولة الاستكشافية في حصن الترك بمدينة مستغانم. والسلام عليكم. فصاح السلام عليكم. داخل على برا. نخلص عندها. تاع المقاومة من كاين عندكم سيت انترنت باش نشوفوا؟ عندكم سيت انترنت؟ سيت؟ اه باج فيسبوك. تفضل. وين الفوق كاين؟ واه كاين. اه تطلع الفوق.